يسعد مساكم ويا هلا ومرحبا فيكم متابعينا مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج بيت للكل. بمسي بالخير على كل من يشاهدنا من خلال شاشة التلفزيون العراقي والمصري والفلسطيني والأردني وكل من يشاهدنا من كل مكان في العالم. اليوم حديثنا راح يكون عن مشاهير السوشيال ميديا، مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي اللي تقاس شهرتهم، قديش عنده تعليقات متابعات وقديش له جماهير على وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد يا حازم، يسعد مساك، وأنا بتفق معك بشكل كبير. لما بنحكي عن حياتنا الراهنة نتحدث عن مفاهيم وأنماط وطرق معيشية اختلفت بشكل كبير كتير خلال العقدين الأخيرين، ولما بنحكي عن السوشيال ميديا نحكي عن كل المفاهيم والقيم التي انقلبت رأساً على عقب لتتماهى مع هذه الحالة، ليصبح الإنسان بشكل عام والعربي بشكل خاص رهينة هذه المفاتيح وهذه الأنماط وهذه المواقع التي تسمى بالسوشيال ميديا. نعم يا ياسمين، حقيقة مع هذا التحول تعلمنا واعتدنا وتأقلمنا مع متغيرات الحدث، لأن يعني أصبحت الحياة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي هي الحياة الرئيسية. نتواصل عبر مسج، نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقدنا كثير من الأشياء اللي كنا نقوم بها بالحياة الاعتيادية، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تغزو العالم العربي والعالم العالمي أيضا. تمام يا أحمد، فعلا هي أصبحت مصدر رزق لناس كتير، وناس كتير بقت تفكر أنها تعملها نوع من أنواع المشروع، يعني إن هو يفكر يطلع يكلم الناس يؤثر فيهم ويبقى هو ده مشروع. وده اللي هيخلينا نطرح سؤال مهم جدا، ما هو سر نجاح عدد كبير أو البعض على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أكيد يعني شافكي وأحمد وياسمين والسادة المشاهدين راح نحكي أكثر وأكثر عن هذا الموضوع اليوم، لكن السؤال اللي طرحته شافكي أكيد ما له إجابة واحد، لأنه مستحيل يكون في هناك نموذج ناجح يمكن حدا يقلده أو يطبق هذا النموذج إنه صحيح. ينجح فيه، ممكن يكون فاشل أو غيره، لكن صح. الأهم من هيك إنه الواحد يبحث ويعرف أكثر عن هذا الموضوع وعن السوشيال ميديا بشكل عام، وإيش الأشياء اللي ممكن تنجح وإيش الأشياء اللي ممكن تفشلك، ونركز دائما فيه على الإيجابيات حتى يكون لنا دور إيجابي وبارز في مجتمعاتنا، لنخدم أول شيء أنفسنا ومجتمعنا بشكل حزم. عام وما نعيشه كأنه واقع، لأنه بالأول وبالآخر كل هذه المتعة وهذا النجاح الباهر كما يقال إنما هو أضواء في نوع من الزيف، يعني النجاح أسهل لكنه بات لا يحقق أدنى مقومات الحياة الواقعية، وأيضا أصبح الحفاظ على الخصوصية صعب. أيضا قد تكون الحصول اليوم على المعلومة أسهل، والتواصل أو كما يهيأ لنا أننا نتواصل مع الآخرين أسهل، لكن بالمقابل الاختراق، العلاقات المفككة، أيضا الاحتماء بالنفس وبالقيم وبالعادات أصبح أصعب بكثير، وكأننا نعيش في دوامة لا نعلم متى تنتهي. أحمد بالضبط يا ياسمين، حقيقة اليوم من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الافتراضية أصبحنا في عالم مغيب تماما. حقيقة الكل يتابع بشغف صانع محتوى معين، ولا نستدرك ما يحمل هذا المحتوى في المستقبل للأجيال القادمة. حقيقة كثير من صناع المحتوى لا يهتمون بصناعة المحتوى عن طريق تصدير بعض المحتويات أو مقاطع الفيديو اللي بها إساءة وإسفاف وفساد الذائقة العامة، ويجب علينا دورنا اليوم كإعلام رقابي حقيقة أن نقول لصناع المحتوى توقف عند هذا الحد، لأن هناك من يسيء المجتمعات بالكامل، هناك من يصدر عادات وتقاليد بعيدة كل البعد عن مجتمعاتنا وما تعلمناه من كنا صغار. حقيقة اليوم هو هذا الدور المهم بإيقاف من يحاول إفساد الذائقة العامة. عارف ليه يا أحمد كلامك فعلا صحيح وكلام الجميع صحيح؟ لأنه المؤثرين أو ما يقال عنهم اللي بيقدموا فيديوهات أو بيبقى عندهم كم المتابعين أو الفانز أو الفولورز أيا كان المسمى عربي أو إنجليزي، هو فكرته أنه يبقى السعي وراء الربح هذا العدد الكبير، فيبقى هو مؤثر فيقنع شركات مثلا بأن عندي عدد كبير من المتابعين فالناس تغدق عليه بأشياء بغض النظر عن المحتوى. كمان في صناعة السؤال، يعني أحيانا يحط على المحتوى عنوان معين والعنوان يكون هو كمان مصدر للربح،
مثلا عنوان للكبار فقط، إذن المحتوى هنا في أشياء فضول غامضة وأشياء صح. تثير ربما الشهوات أو أي شيء، أو إنه المحتوى والسؤال بطريقة خارج تماما زي طبعا. ما قلت عن العادات والتقاليد. فالحقيقة فكرة يعني من يكتب ومن يتكلم ومن يؤثر على السوشيال ميديا، أعتقد ده دور مهم قوي.